اهلا وسهلا بكم احبتي من جديد. تحدثنا عن موقع الغزالية وربطها بمناطق عدة، دخلنا الى هذا المقهى اللي هو مقهى الغزالية. حنتحدث ويا اهلنا وناسنا عن عادات المنطقة. السلام عليكم. رمضان كريم عليكم. اسمحوا لنا نقعد ويا مكريم. رمضان كريم عليك استاذ. جميعا ان شاء الله. سعد الله ايامك. وين صاحبكم الرابع؟ ليش قام؟ مو هالقد ويا الكاميرا؟ ايه احنا استاذنا يحكي. حياكم الله، ماكو فرق، خير وبركه كلكم. ايه استاذنا. انتم من الغزاليه كلكم؟ لا مو من الغزاليه. مناطق مجاوره، المجاوره الخضراء عامريه تقريبا. الغزاليه هي قريبه على هاي المناطق كلها. اي نعم. مو صحيح؟ اي نعم. العادات والتقاليد الموروثه بعدها نفسها ولا؟ اي الحمد لله. بعدها الصواني، الزياره. اي الحمد لله والشكر. بعدها قائمه؟ اي الحمد لله. زين. خير بعد الحياة. من يا ساعة تقعدون انتم؟ والله تقريبا نفطر. ايه. ورا الفطور نرتاح شوية. زين. 8 هيجي نجي. من يا ساعة؟ الوحدة. الوحدة. اي نعم. رمضان كريم عليك استاذ. على الجميع ان شاء الله. تحبون تتسحرون بالبيوت لو بالمطاعم؟ والله بصراحة ستة شهر رمضان دائما هي المرغوب بها الفطور ويا الاهل. زين. والسحور انت لازم تكون ويا الاهل، يعني انت ما معقوله مثلا اصدقائك ما لهم شيء. اصدقاء طبعا لهم اصدقاء، بس لكن اصدقاء لكن ويا الاهل اصدقاء. لا لا، هي الشهر لازم يتخلى له لازم يتخلى له فد يوم يومين ولا اصدقاء لازم تتسحر، يعني مو بس يعني لازم يسوون برنامج، لازم اكو شيء يعني تعرف العائله. اي لازم انت شويه تعرف شهر العائله. اولى اولى بس مو 30 يوم. مو 30 يوم. اي يعني لازم تعطي لك ايش كلمه من اصدقائك. اي طبعا اكيد. اكو اماكن ثانيه تروحوا لها لو شهر رمضان تبقونها؟ يعني والله بصراحه يعني احنا اكثر يعني هسه بالنسبه لشهر رمضان يعني مكان تقريبا 70% مكان و 30% يعني غير المكان شويه تعرف عدم غير. منو بيكم الشرس باللعب بالدومنا؟ منو القوي بيكم؟ والله ابو زهراء ما شاء الله خوش. ابو زهراء رمضان كريم. ابو زهراء علينا وعليكم ان شاء الله وعلى الشعب العراقي. صيتك حلو ما شاء الله بالدومنه. هو بس هاي لا هسه وين من اللعبه ابو زهراء؟ لك اللعبه اللي وين ابو الان وين العب؟ لا ما رخصتكم يعني؟ لا 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 بنجين. ابو زهراء سولف لي ايش صار لك في العاب دومنه؟ والله فوق ال 20 سنه. 20 سنه؟ اي فوق ال 20 سنه. ترتبتك عميد وفوق؟ ايه لا لواء. لواء هسه عميد. جوز اصير بالبرلمان. زين هسه هاي هي له كلها له. اي نعم. تمام؟ نعم. لكن اكو شباب دا يلعبون، دا اسمع قضيه الرهن. نعم. نرجع عند الشباب. اي موجودين. موجودين لكن مو بكل مكان، اكو مكانات مخصصه للرهان وموجوده ومعلومه عند العراقيين كلها، واكو مكانات لا والله. يعني تتفق وياي احنا ضد هذا المرض هذا؟ اي طبعا طبعا، هذا يضر كل العادات والتقاليد. كل العادات والتقاليد. اي نعم. من ضمن العادات والتقاليد الرمضانيه سابقا في فترة مراهقتك بداية شبابك وين كنتوا تقضوها؟ والله أكثر شيء يعني بالمقاهي، لعبات المحابس. بس هسه جاي شوي شوي تنقرض هاي الشغلات. بعد تطور الوقت والإنترنت وال شوي تراجعت العادات. بس أنتوا تعلمون أولادكم وبناتكم على هاي القضايا؟ لا ما أعتقد، لأن يعني قلت لك لازم ويا الموكب نتواكب ويا الاحداث ويا تسارع الاحداث. اي هسه هاي الشباب اذا تقول له محابس وهاي ما يعرفها يعني حقيقه ما يعرفها. حتى المحابس شوي بدا يتراجع. اي يتراجع. اي يتراجع. اي صار فشي موروث او تراث من التراث. هي مكانات يعني. الا مكانات جمعيات مثلا هسه بطوله اللي برعايه وزير الشباب الرياضي. صح. كابتن عدنان الدرجال اللي هو جاسم الاسود اللي خصصوا لها مكانات يعني. صارت لجنه المحابس. ومس... لجنه مسابقه المحابس. وجاسم طبعا هاي اول سنه تصير. اي اول سنه هاي بدايتها. هي كانت اكو بس ما منظم شعبيه كانت. ما اي ما منظم على مستوى الدوله يعني. هسه لا هسه يعني مثل ما يقول هسه تقريبا برعايه وزاره الشباب والرياضه. صحيح. هسه اللي هسه صارت اخير شيء رسميه صارت رسميه ومحافظات كلها تشترك بها. قبل يمكن كانت مقتصره على مناطق او محافظات قليله يعني. صح. هسه كل المحافظات تشترك لانه اعتبروها يعني مسابقه رسميه. هسه شو اريد منك؟ اعطيت جهار عمي. أيه. يلا العب استاذ. شو تلعبون كل من له؟ لا 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 لا. زوجي. زوجي يعني حساب واحد. سهله سهله سهله. هسه ام الله وديك اطلع لكم. ماكو؟ بس هو لعبت غلط. انا المشاهدين غلطت اللعبه.
يلا بسيتيه. لا لا سهلة سهلة هسه نرجع له. راح قاعد نكرر شيء شو السالفة. دوم. ها عندك عندك. هيك. هسه سوابع اثنينات مو استاذي وحدك العب الدبيش اللهم يحفظك شوف دوما بعده ودوما دومنا والله شو لعب بالعافيه مو استاذي صاحبي بعد ماري يلا حياكم الله رمضان كريم عليكم شكرا جزيلا غنوني حياك شكرا جزيلا شوفوا